لا احنا بقى ننزل نشوف رأي الناس في الشارع عاملين بوبس لطيفة كده، ونرجع تاني واخد رأيك استاذ ايمن. يلا خليكم معانا. طبعا حماتي مأثرة على مراتي ان هي بطبعها يعني حاجة كويسة زيها، وياريت تبقى زيها برضه. من اول يوم قلت لها يعني انسي امك خالص. بتسمع كلام مامتها في كل حاجة مفيدة في الحياة، يعني عشان خبرتها في الحياة اكتر. الحمد لله ربنا كرمني بحما في دنيا تانية خالص، هي ما مش بتتدخل في اي حاجة الحمد لله. هي من ساعة ما خطبنا واتجوزنا احنا ما لهاش علاقة بينا، يعني عادي زي اي ام مع بنتها، يعني هتسمع كلامها في الحاجات الطبيعية ام وبنتها، يعني مش عارف في ايه بالظبط، بس هي عموما بعيد عننا. يعني تدخلاتها زي اي ام بتحب بنتها، عايزه تخلي بنتها تعيش عيشه سعيده. اكفل قدر على في امها تطلع البنت لامها، ده مثل حقيقي. الاثنين واحد بالنسبه لي، يعني هما الاثنين طباع واحده وكيان واحد. يعني لا المثل ده حقيقي صراحه يعني. وانا حتى لما كنت بدور على عروسة يعني وانا قبل الجواز، كنت بدور على الام قبل البنت نفسها يعني. فده الحمد لله سبب ان مراتي يعني طلعت فعلا نسخة من مامتها. المثل ده مش قانون، يطبق على بعض وعلى البعض لا. لا مفيش مشكلة حصلت ما بين مراتي وحماتي، نصفتني. حصل مشكلة بيني وبين مراتي قبل كده، وحماتي نصفتني على مراتي صراحة يعني. لما بيحصل مشاكل بيني وبين الزوجة، هي ما بتصعدش لأمها أو لوالدها، وبالتالي كنا مستقلين يعني. حماتي كانت في الحق يعني، كانت هي بتمشي ما تعرفش مجاملات. يعني ممكن يكون حماية هو اللي يعني إيه على استعداد إن هو ينصفنا أنا، بس برضو لازلنا الحمد لله مش بندخل حد فيهم في أي مواضيع. زي ما سمعنا كده، أنا عجبني آخر واحد بصراحة لما قال أنا قبل ما أخطبها شفت مامتها الأول، يعني شفت مامتها، عشرت مامتها الأول. يعني ده ناصح اهو، ده ناصح. انا مره اشوف شاب بقى ايه باصص ورا شويه. يعني دايما طبعا. الشباب اليومين دول باصين تحت رجليهم، اللي هو انا عايزها حلوه ولذيذه وبتلبس حلو ودمها خفيف وعلى الموضه، يعني تلاقي دايما الشكل العام هو اللي لفته. لكن ان هو يبقى صغير وناصح كده، برافو عليه. يعني ان هو عايز يشوف حماته المستقبليه اللي هي هو اللي يتعامل معاه. اكيد اكيد.